أعتقد منها في التقرير، يعني شنية الانزلاقات التي بررت تدخل الحكومة بمشروع قانون مالية تكميلي. الملاحظة الأولى أنه سنة 2017 الانزلاقات قياسية مقارنة للسنوات الماضية ومقارنة حتى على مفهوم قانون مالية تكميلي. وذلك شنو نجم نرجعوا؟ أعطانا التفاصيل بطبيعة الحال في التقرير شنية الأبواب اللي فيها انزلاقات. بطبيعة الحال الباب الأول ديما يعني مشكلة الحكومة عندها يعني صعوبة في التحكم في كتلة الأجور حتى من حيث التقديرات، يعني كتلة الأجور اللي هي الحكومة مطلوب باش تعمل إيفور لتضغط عليها. الشيفر معناتها تغيروا تقريبا ب 700 مليون دينار ولا 600 مليون دينار. جزء منهم جزء منهم قال لنا الوزير فسر قال ان ثم لي سالير نتاع ديسمبر جزء منهم يعني وقع دفعوا عن طريق تسبقة في الخزينة ديسمبر 2016 وقع إذن تقع ريجولاريزاسيون بالنسبة لقانون المالية. جزء آخر ثم بعض الاتفاقيات اللي وقعت وقعها الاتحاد العام التونسي للشغل مع بعض الوزراء. لنا نحكي على اتفاقات الزيادات في الأجور أي فيها زيادة مع اتفاقات قطاعية قطاع التربية والأمن يعني يلزم تعهد بتطبيقها. إذن جملة